هلا بما انه درسنا الانزيمز ككاركترستكس والاكتف سايت والفيتشرز اوف انزيمز، خلينا هلا نشوف والكلاسيفيكيشن، نشوف هلا الكيناتكس. طيب هلا ايش يعني كيناتكس؟ فالكيناتكس عاده احنا بنتكلم على سرعه اي كيميكال رياكشن، اوكي الريت تبعه. لما نتكلم على انزيم كيناتكس طبعا احنا بنتكلم على سرعه التفاعلات الانزيميه. هلا ففي اي تفاعل انزيماتيك رياكشن A الى B، فالA هو سبستريت وB هو البرودكت، في فيلوسيتي، هاي الفيلوسيتي هي نفسها معنى ريت اوف رياكشن. اللي يعتبر هذا الفيلوسيتي يمكن ان يقاس بدلتا A على دلتا T ماينس دلتا A على دلتا T أو دلتا B على دلتا T. إيش يعني؟ معناته إحنا بنتكلم على سرعة الرياكشن هي مقدار النقص اللي بيصير في السبستريت خلال فترة زمنية معينة. فدلتا يعني change، okay difference between. فنفس الشيء بالنسبة لB كبرودكت، هي مقدار الزيادة اللي بتصير في B على أو خلال فترة زمنية معينة. هلا بالانزيماتيك رياكشنز، كل انزيماتيك رياكشن عنده الكونستنت تبعه اللي هو 1 على تي، 1 على تي كونستنت للانزيماتيك رياكشن، لكل انزيماتيك رياكشن طبعا مختلف من رياكشن الى الاخر. وبالتالي احنا بما انه هذا كونستنت للانزيم، ف 1 على تي راح تكون كونستنت، فهي كي تعبر عنها بمقدار كي، فكي ضرب الكونسنتريشن اوف اي، اوكي او كي طبعا ماينس كي هو صحيح ماينس كي كونستريشن اوف اي او كي تايمز الكونستريشن اوف بي. هلا هذا برضه اسمه الريت لا، اللي هو كي تايمز كونستريشن اوف سبستريت او كي تايمز كونستريشن اوف برودكت، اسمه كمان الريت لا. اللي هو ايش؟ اللي هو بيحكي لي او بيشرح لي كيف ال concentration تبع substrate كيف بيأثر على ال velocity of the reaction. ماشي؟ فلاحظوا انه في reactions خصوصا enzymatic reactions انا عندي زيادة في مقدار B او نقصان في مقدار A، وبما انه هذا الزيادة هي constant almost over time، فهي عبارة عن عبارة عن الـ constant ضرب concentration of substrate أو concentration of product. هلا الـ K الوحدة تبعت الـ K بما إنه إحنا نتكلم على 1 على T يعني على time، فهي عبارة عن 1 على second، 1 على time، 1 على second أو second to the power of minus 1. عادة enzymatic reactions تعبر بالseconds مش بالminutes. طيب ايش هي اذا علاقه الفيلوسيتي او الريت اوف رياكشن للسبستريت كونسنتريشن؟ هلا حسب الرياكشن، فممكن الرياكشن يكون اللي من احنا بنسميه فيرست اوردر رياكشن، بحيث انه الكونسنتريشن متوافق طرديا مع الريت اوف ذا رياكشن. كل ما زاد الكونسنتريشن كل ما زاد الريت اوف رياكشن، فهي الريت يساوي K الكونستنت تبع الانزيماتيك رياكشن ضرب الكونسنتريشن اوف A. فكل ما زاد A كل ما زاد الريت اوف ذا رياكشن يعني بمقدار متساوي. اوكي هلا في ممكن الرياكشن يكون زيرو اوردر رياكشن، بحيث انه الريت يساوي K ضرب concentration of A أس 0. طبعا هذه أي شيء أس 0 هو عبارة عن 1، بمعنى أنه الريت رح يساوي الكونستنت، بمعنى أنه كل ما إحنا زودنا الكونستنتريشن ما في أي تأثير لسرعة الرياكشن. هذا إحنا بنسميه zero order reaction. طبعا ممكن أنه يكون الرياكشن second order reaction، بس هذا مش هنتكلم عنه. فإذا احنا بنتكلم على first order reaction و zero order reaction، فهذه مقدمة على اللي راح نتكلم عنه كمان شوي، اللي هي enzyme kinetics وال rate of enzymatic reactions. هذا ال plot هو يرسم
بشكل hyperbolic، ماشي، بحيث انه يكون في زياده وبعدين الزياده هذه راح تقل، راح تنزل وتقل ويصير في اللي بنسميه البلاتو. بلاتو يعني هضبه، اوكي، بمعنى انه صار فلات. هلا فالانزيماتيك رياكشن ايش بحكي لي؟ لاحظوا انا عندي هون السبستريت كونسنتريشن على الاكس اكسس وبالواي اكسس عندي ريت اوف ذا رياكشن. كل ما زودنا السبستريت كونسنتريشن راح يزيد الريت اوف ذا رياكشن. It will follow a first order reaction. Okay? أو اللي هو first order reaction بحيث إنه في عندي زيادة مضطردة. كل ما احنا زودنا substrate concentration كل ما زاد rate of reaction. لكن بالenzymatic reactions إيش راح يصير عندي؟ راح يصير في عندي plateauing. راح يصير ال plot راح يصير flat. راح يزيد بالأخير راح يصير flat. ماشي، يعني بمعنى انه كل ما احنا زودنا substrate concentration rate of reaction راح يصير independent، حيصير مستقل عن substrate concentration. اذا في بدايه الانزيماتيك رياكشن the rate of reaction يعتمد على substrate concentration، لكن لما نزود احنا substrate concentration راح يصير zero order reaction بحيث انه سرعه الرياكشن راح تصير independent من ال substrate concentration. بالنهاية احنا كل ما زودنا ال substrate concentration راح نوصل eventually بالنهاية للي احنا بنسميه ال maximal velocity او ال V max. طيب هل طب ليش هو hyperbolic وليش احنا وصلنا لل plateau؟ لانه اللي صار انا عندي هون انه limiting factor بزياده سرعه الرياكشن هو substrate concentration. لانه كل ما انا زودت substrate على الرياكشن ايش راح يصير؟ عندي انا free enzymes اللي راح تسرع الرياكشن. فلما احنا نزود substrate concentration والانزيم يصير saturated، هلا limiting factor اللي بيحدد لي سرعه الرياكشن بطل substrate، صار ايش؟ صار الانزيم نفسه، اوكي، صارت الافشنسي، فعاليه الانزيم، قدره الانزيم انه هو يحول لي الرياكشن او يسرع لي الرياكشن. احسن مثال ممكن نضربه هو الطريق. انا لو عندي طريق ضيق، ماشي، عندي هذا الشارع الضيق وعندي سياره لامبورجيني، هل انا باستطاعتي اني اوصل للسرعه القصوى لهي السياره؟ ابدا، لانه اذا كان الشارع صغير وكله مطبات وخلينا نحكي انه بلف وبدور، ماشي، سرعه السياره ما راح تعتمد على السياره نفسها وانما راح تعتمد على الطريق. الطريق هو اذا زي السبستريت. طيب على فرض انه انا على هاي واي وطريق صريح، طريق مطار، ما فيش مطبات والحفر والامور تمام وعالي العال، هل ممكن اني اوصل على السرعه القصوى للسياره؟ طبعا راح اوصل. طيب خلينا نعرض الشارع اكثر، خلينا نطول الشارع اكثر، هل الرياكشن، هل السياره راح تزيد عن سرعتها القصوى؟ لا، ما راح تزيد. اذا بطلت السياره معتمدة على الطريق، صارت معتمدة على الإفشنسي تبعتها، أوكي، على الإنجن تبعها، الموتور تبعها. نفس الإشي الإنزيم، لما يكون الليمتنج فاكتور هو السبستريت، كل ما احنا زودت السبستريت كل ما حسنت الطريق كل ما زاد سرعة الرياكشن، لكن إيفنشولي إذا كان الطريق ممتاز وعالي العال ممكن أوصل للسرعة القصوى. لو عرضت الشارع ما راح تفرق لأنه أنا وصلت للسرعة القصوى للسيارة. ماشي، إذا هذه برضو تعريفات وتوضيح أكثر. فإنه at fixed concentration of enzyme لما ما يكون هو limiting factor سرعة الرياكشن linearly proportional متوافقة طرديا مع substrate concentration لما يكون substrate concentration small. لكن لما يكون substrate concentration عالي جدا في هاي الحالة سرعة الرياكشن راح تكون مستقلة عن substrate concentration، راح تعتمد على فعالية الانزيم. طيب
طيب فاحنا ممكن نوصل للفي ماكس لما يكون الانزيم نحكي انه هو ساتوريتد، مشبع بالسبستريت. اوكي بالاخص احنا ما بنتكلم على الانزيم كانزيم، بنتكلم على الاكتيف سايتس اللي هي الكاتاليتيك سايتس. هلا فالفي ماكس معبر هو يعكس الشيء اللي احنا بنسميه كمصطلح تيرن اوفر نمبر، اوكي اللي هو التبديل. ايش يعني تيرن اوفر نمبر؟ هو النمبر اوف سبستريت مولكيولز اللي بتحولوا الى برودكت باي ان انزيم مولكيول خلال فتره زمنيه معينه لما الانزيم يكون فولي ساتوريتد. هذا اللي هو اذا الفي ماكس يعبر على تيرن اوفر نمبر، هذا معناته التيرن اوفر نمبر. ماشي، اجوا اثنين من هالساينتست وقالوا طب انا بدنا نحط معادله رياضيه. هاي المعادله الرياضيه اللي توصلوا لها بتحكي لي ايش؟ سرعه الرياكشن اللي هو في نوت، بسموه في نوت، سرعه الرياكشن بتساوي الفي ماكس تبعت الانزيم. طيب هذا اذا الفي ماكس مختلف من انزيم الى انزيم لان كل انزيم الافشنسي تبعته مختلفه عن الثاني، ضرب ذا سبستريت كونسنتريشن على substrate concentration زائد Km. اذا بنتكلم على K فاحنا معنا بنتكلم على constant اللي هلا راح نتكلم عن هذا ال constant. فلاحظوا انا شغله معينه، انا عندي هون substrate، اذا فال velocity of the reaction سرعه الرياكشن صح انها معتمده على ال Vmax لكن متغيره سرعه الرياكشن لما تتغير ال substrate concentration. لو كان ال substrate concentration جدا 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 عالي وهذا قليل، هلا راح نشوف كيف، معناته انه تقريبا بنتكلم على كانه احنا عمالنا نوصل على الفي ماكس، لانه هذا راح يكون تقريبا يعني واحد على واحد او عدد على نفس العدد، فهذا كله يعتبر واحد، فكانه احنا وصلنا على الفي ماكس. ماشي؟ ايش يعني كي ام هلا؟ الكي ام اذا طلعنا عليه من هذا البلوت، هذا بيشرح لنا نفس الشيء، لما السبستريت كونسنتريشن يكون قليل فالفيلوسيتي راح تعتمد على السبستريت كونسنتريشن. اوكي خصوصا انه السبستريت كونسنتريشن مثلا اقل بكثير من هذا الكونستنت اللي هو كي ام. لما تكون السبستريت كونسنتريشن عاليه فالفي راح تساوي الفي ماكس، لانه هذه الفاليو هذه راح تكون مساويه لهذول الاثنين مجموعين على بعض. طب ايش يعني كي ام؟ Km هي هاي النقطة اللي موجودة عندي هون، اللي هي ايش؟ اللي هي substrate concentration. Km بتعبر عن substrate concentration لما يكون rate of the reaction هو نصف ال Vmax. فهي ال Vmax عندي هون، لما ناخذ 50% من ال Vmax نيجي هيك ننزل لتحت نوصل هاي النقطة، هذا هو substrate concentration لما تكون الـ rate of reaction 50% من الـ Vmax. طيب هلا فلو انا حطيت substrate concentration بيساوي الـ Km، معناته انه خلينا نحكي انه الـ substrate concentration، خلينا نحكي انه الـ Km هي مقدارها 1 ملي مولر، فحطيت انا 1 ملي مولر، فانا عندي هذا 1 ملي مولر وهذا 1 ملي مولر وهذا 1 ملي مولر، فاحنا بنتكلم على 1 على 2، فالفيلوسيتي اوف ذا رياكشن راح تكون نصف ال في ماكس. واضحه ان شاء الله؟ لاحظوا انا عمليه ال 50% هذه دائما متكرره في البايو كيمستري، متكرره في الفارماكولوجي، متكرره بالفيزيولوجي، بالتوكسيكولوجي، بكل هاي المواد، لانه هذه النقطه ال 50% يعني بتعطيني انديكيشن على شغله، على strength of interaction، على الافينيتي، على اللي بدي، على الاكتيفيتي الى اخره. طيب هذا ال Km يسمى the Michaelis constant، فهو constant وهذا constant بالنسبه لكل انزيم، فكل انزيم عنده ال Km تبعته. مره ثانيه لما يكون ال substrate concentration واطي بكون ال rate of reaction صح انه منخفض لكن عماله بزيد زيادة طردية، كويس، الى ان نصل الى concentration للسبستريت عالي جدا بحيث انه الفيلوسيتي بطلت متغيرة، راح توصل للفي ماكس eventually لكن ال rate of reaction بطل يعتمد على substrate concentration وانما زي ما حكينا بيعتمد على
فعالية الإنزيم efficiency of the enzyme. لما إحنا نوصل على ال Km value substrate concentration اللي بيعبر عن ال Km value اللي هي 50% من ال Vmax. ال velocity of the reaction بتكون 50% من ال Vmax. هلا ال Km طلعت كمان إنه هي تعبر عن ال affinity of enzyme towards the substrate. أوكي. بتعطيني indication قديش في قوة ارتباط ما بين ال substrate لل enzyme. اوكي فبتعطيني indication بتعطيني يعني a sense مش بالضروري measurement زي ما هلا راح نشوف لكن بيعطيني indication علامة قديش ال affinity ما بين ال enzyme وال substrate قوية. فالايديا هي انه كل ما قلت الكي ام كل ما زادت الافينيتي. ليش؟ لانه عشان انا اوصل ل 50% من الفي ماكس انا بحاجه لكميه قليله من الكي ام. هلا لو كميه قليله من السبستريت، لو كانت الكي ام عاليه معناته انا بحاجه الى سبستريت كونسنتريشن عالي عشان اوصل ل 50% من السبستريت كونسنتريشن. أوصل 50% من الـ rate of reaction. طيب نفس المفهوم تبع الـ P50 تبع الهيموغلوبين والميوغلوبين. كل ما أنا زودت الـ P50 كل ما الـ affinity قلت. نفس الشيء كل ما زودت الـ KM كل ما كانت الـ KM عالية كل ما كان الـ rate of reaction أو يعني الوصول للـ 50% من الـ Vmax كان أبطأ. خلينا نحكي أوكي. خلينا نحكي على الكي ام هلا بطريقه اخرى. هلا اي انزيماتيك رياكشن انا عندي اي انزيم زائد سبستريت بتشكل عند الكومبلكس اي اس كومبلكس. هلا هذه الرياكشن هذا او الحركه هذه الها الكونستنت تبعها. طيب هلا هذا الاي اس في عنده احتمالين، اما انه الانزيم يحول السبستريت الى برودكت فبصير في ريليس للبرودكت على طول زي ما حكينا في اول محاضره، او ممكن انه السبستريت ينفصل عن الانزيم ويصير اندبندنت. اوكي برضه كل واحد من هذول له الكونستنت تبعه. فانا عندي كونستنت للديسوشيشن اوف سبستريت اللي هو الكي ماينس 1، وعندي كمان الديسوشيشن الثاني اللي هو البرودكت. فالكي ام هو عبارة عن rate of dissociation اللي هو k-1 زائد k2، هذول ال two values تبعون ال constant على ال k1. اوكي ال k1 هو ال association rate of association. فهذا هو الميكاليس constant. اوكي لكن شغله جدا مهمه انه ال كي ام صح انه it describes the affinity of the enzyme towards a substrate لكن it is not an accurate measure. ليش؟ لانه ال كي 2 هاي مش بالضروره هي dissociation، هي فعاليه الانزيم انه اول ما يربط مع الاس يحوله الى product. طيب فالكي ام لانه فيها هذا الكونستنت فهي يعني ممكن تعطيني انديكيشن علامه على الافينيتي لكن مش لكن هي الكي ام مش ميجر للافينيتي 100%. لكن مقبول انه ناخذ الكي ام ك ريفلكشن انعكاس للافينيتي. ليش؟ لانه ريلي مقدار الكي 2 بالمقارنة مع الـ K1 جدا قليل. اوكي يعني فعالية الانزيم ان هو اول ما يربط مع السبستريت يحوله الى برودكت جدا عالية بالمقارنة مع الاسوشيشن او مع الديسوشيشن نفسه. طيب فعشان هيك الـ KM يمكن ان تعبر عن الـ affinity. اوكي بحيث انها تكون K-1 على K1. هلا الـ real measure تبع الـ dissociation constant هو الـ يساوي الـ K-1 على الـ K1. أوكي؟ اللي هي هذه اللي بنحكي عنها بس هذا الجزء من التفاعل. أوكي؟ طب إيش هو تأثير الـ KM على الـ velocity of the reaction؟ لما يكون الـ substrate concentration
جدا قليل بالمقارنة مع ال Km، فالفيلوسيتي راح تكون معتمدة على ال Substrate Concentration، صحيح؟ وفي ارتباط طردي بين ال Velocity of the Reaction مع ال Substrate، طيب؟ وفي ارتباط عكسي برضه مع ال Km، فهلا كل ما زاد ال Substrate Concentration كل ما زاد سرعة الرياكشن. وكل ما قلت ال Km يعني ال affinity زادت، كل ما برضه زاد ال rate of reaction. أحسن طريقة إنه إحنا نفهمها هو يحطوا أرقام. خلينا نحكي إنه ال Km تساوي 1 وال substrate concentration كان 0.1، طيب فحيصير عندي 0.1 على 1.1. طيب نزيد ال substrate concentration ل 1، طيب فبدل ما يكون عندي 0.1 على 1 تقريبا حيصير عندي 1 على 2. طبعا في اختلاف رهيب حيصير بسرعة الرياكشن بسبب زيادة بسيطة جدا بالsubstrate concentration. طب خلينا نرفع، فراح يعتمد الـ rate of reaction على both طبعا الـ Km اللي هو الـ constant زائد مع الsubstrate concentration. طب خلينا نحكي انه الـ Km 1 والsubstrate concentration 100، فحيكون عندي 100 على 101. طيب خلينا نزيد الـ substrate concentration ل 105، حيكون 105 على 106. فالريشيو او مقدار الفيلوسيتي ما راح يتغير كثير، اوكي، لانه هلا راح يصير independent من الـ substrate concentration. كل ما انا زدته المقدار الزياده بالفيلوسيتي راح تكون جدا قليل لحديث ما انا اوصل على الـ Vmax. هذا المجمل الكلام. طب لاحظوا هلا ال Km values للانزيمز ل different substrates الرينج تبعه مختلف، اختلاف يعني كبير بين الانزيمز، ممكن يكون من 10 to the minus 7 ل 10 to the minus 1، اوكي. فهي عندي انا different enzymes وال Km values للsubstrates تبعتهم. لاحظوا انه انا عندي هون 25، ممكن يصير 0.05 108، فاختلافات كبيره بين الانزيمات للsubstrates. مش بس هيك الافينيتي للsubstrates، بس مش بس هيك، نفس الانزيم اللي ممكن انه يربط مع اكثر من substrate، لاحظوا انه كمان ال Km values راح تختلف. طيب طب خلينا ناخذ سيناريوهات متعددة هون عشان نقدر نفهم الـ Km والـ Vmax وتأثيرهم، اوكي، وكيف الـ substrate concentration بيأثر على الـ Vmax والـ Km. خلينا نشوف هلا عندي enzyme اسمه hexokinase. هذا hexokinase بيعمل phosphorylation للجلوكوز، فالتفاعل اللي بيعمل له catalysis هو جلوكوز زائد ATP، بياخذ phosphate من الـ ATP بيعطي للجلوكوز، هاي glucose 6 phosphate زائد ADP زائد بروتون. هلا الرياكشن هذا له Vmax 1، ال Km حيكون مختلف للجلوكوز ولل ATP لأن الأفينيتيز ما راح تكون identical. إذا بنرجع للتيبل اللي ورا راح تشوفوا كيف إنه ال Km values مختلفة لنفس ال hexokinase. طب نطلع عليها على بلوت عشان نفهم. ال X axis هو ال concentration of substrate، هون عندي ال rate of reaction. هلا خلينا الـ ATP concentration عالي جدا بحيث انه هو مش limiting factor، وبديت اغير بالـ concentration of glucose من كمية قليلة الى كمية جدا عالية. لاحظوا انا عندي هون انا كل ما زدت الـ glucose كل ما كان الـ concentration of glucose واطي، وكل ما زدت الـ concentration of glucose الـ rate of reaction راح يتغير بشكل كبير، اوكي، لانه الريت معتمد على substrate concentration. لما بديت انه ارفع substrate concentration للglucose concentration لكميات عاليه، شو صار بالريت اوف رياكشن؟ صار plateauing، صار almost flat، eventually راح نوصل الى ال Vmax. طيب الKM قديش؟ هي ال 50% من ال Vmax، جينا هون نزلنا تحت، هذه الKM value للجلوكوز، اوكي. طب نشوف الـ ATP. هلا بهاي الحالة أنا خليت الـ glucose concentration جدا جدا عالي، وبديت أغير بالـ concentration of ATP من كمية قليلة إلى كمية عالية.
لما يكون تكون كمية الـ ATP واطية فالـ velocity الـ rate of reaction راح يكون dependent على الـ ATP concentration. طيب أي تغير أي زيادة بالـ ATP concentration راح تكون الزيادة في الـ rate of reaction كبيرة. Eventually لما أنا أزيد الـ ATP concentration بحيث إنه يكون جدا عالي شو راح يصير بالـ reaction rate؟ راح يصير flat إلى أن نوصل إلى الـ Vmax. لاحظوا إنه الـ Vmax وحدة بغض النظر هو الـ ATP، يعني الـ ATP والجلوكوز راح يخلوني أوصل للـ Vmax لهذا الإنزيم، لأنه الـ Vmax تعتمد على الـ efficiency of the enzyme. أوكي؟ مش على الـ substrate بالضرورة، مش على الـ substrate concentration. الكيم قديش؟ نقطة هاي 50% ننزل لتحت. الكيم أعلى. أوكي؟ إيش يعني أعلى؟ إنه الأفينيتي تبع الهيكزوكاينيز للأي تي بي أقل من الأفينيتي للجلوكوز، لأنه أنا بحاجة إلى أي تي بي كونستريشن عالي أعلى من الجلوكوز عشان أوصل لـ 50% of the Vmax. إذا بترجع على التابل اللي وراء راح تشوفوا كيف إنه الـ KM value للهيكزوكاينيز towards الجلوكوز هي أقل من الـ ATP. Again بمعنى انه الافينيتي اعلى للجلوكوز. طب ناخذ سيناريو ثاني، نفس الانزيم لكن السبستريتس مختلفه والرياكشنز مختلفه. يعني الاكزامبل اللي قبل كان هو نفس الرياكشن بس تو سبستريتس، لكن هون بدنا نحكي على نفس الانزيم لكن السبستريتس مش بس انهم مختلفه، الرياكشنز مختلفه كمان. برضه الهيكزوكاينيز، هلا هذا الهيكزوكاينيز ممكن يعمل فاسفوريليشن للجلوكوز وممكن يعمل فاسفوريليشن للفركتوز وممكن يعمل فاسفوريليشن للمانوز. الATP ATP ATP، هلا ارتباطه مع الATP هو هو ما راح يختلف. طب لكن ارتباطه مع الشوغرز هيكون مختلف، فالKM values للجلوكوز والفركتوز والمانوز راح يكون مختلف، وبالتالي كمان الVmax برضو راح تكون مختلفة. اوكي هلا لاحظوا انا عندي هون الجلوكوز ال KM value اللي هي بتعبر عن ايش؟ عن الافينيتي 59 بلس ماينس 10 اللي هو خلينا نحكي انه 59. طب المانوز 32، الفركتوز 4000، شو يعني؟ طب الفي ماكس 26 13 34، ايش يعني هذا الحكي؟ معناته انه الافينيتي اوف هيكزوكاينيز تو مانوز از ذا هايست بالمقارنة مع الجلوكوز ومع الفركتوز. مع الفركتوز the lowest، كتير الافينيتي قليلة لأنه أنا بدي كمية جدا كبيرة من الفركتوز عشان أوصل ل 50% من الفي ماكس. طب الفي ماكس برضو مختلفة على حسب السبستريت، فالفي ماكس للكي ام 13 26 34. لاحظوا انه الـ Vmax للفركتوز اعلى. اوكي فهذا السيناريو الثاني. طيب ناخذ سيناريو ثالث، different enzymes لكن substrate the same والرياكشنز مختلفه، اللي هي هذول التنين اللي موجودين عندنا هون. طيب هذول ايش؟ هذول زي السلايد اللي قبل، انه عندي انا هيكزوكاينيز، عندي هيكزوكاينيز نفس الانزيم لكن السبستريتس مختلفه. بهذا الرياكشن الجلوكوز، الرياكشن الثاني فركتوز، نفس الشيء نفس الحكي، انه الفي ماكس مختلف. اوكي الكي ام برضه مختلف. طيب لاحظوا انا عندي هون للفركتوز 1.9 ملي مولر وللجلوكوز 31.5 مايكرو مولر. ماشي، فالافينيتي مرة ثانية لا الجلوكوز أعلى من الفركتوز. هلا don't worry about the numbers، إنه النمبرز مختلفة لأنه بيعتمد على الإنزيم إيش هو السورس تبعه. يعني يمكن الصورة اللي قبل أنا ماخذها، خلينا نحكي human cells، human ما بعرف I don't know muscle cells، يمكن بهذا الصورة أنا ماخذها من الانزيمز جاي من سورس تاني، جاي من تيشو تاني او جاي من انيمال زي الفيران او الرابتس او وات ايفر. فالنمبرز مش مهمين، هي الكونسبت اللي بدي اياكم تعرفوه. نيجي على السيناريو الثالث اللي هو انا عندي الانزيمات مختلفه لكن السبستريت
متشابه. فالفركتوز بهذا الرياكشن اوكي وفركتوز بهذا التفاعل هو الفركتوز راح يربط مع فركتوكاينيز بيعمل هذا الانزيم بيعمل فوسفوريليشن للفركتوز سبيسيفيكلي وهذا الرياكشن هو الهيكزوكاينيز برضه بيعمل فوسفوريليشن للفركتوز. لاحظوا انه الكي ام فاليوز اوكي مختلفه 1.7 1.9 ملي مولر اوكي فالافينيتي انا عندي هون اعلى للفركتوكاينيز والفي ماكس برضه مختلفه بين التو انزيمز. فهي كمان سيناريو ثالث. اذا الكي ام مختلفه باختلاف السبستريتس وباختلاف الانزيمات، الفي ماكس مختلفه باختلاف الرياكشنز وباختلاف الانزيمز وطبعا باختلاف السبستريتس as well. نيجي على هذا الاكزامبل. واحد بايوكيمست بده يدرس انزيم معين على سبستريت معين different concentrations وحسب الفيلوسيتي. طيب فلاحظوا هاي السبستريت concentration من 1 الى 5000 مايكرو مولر وهي الفيلوسيتي اوف ذا رياكشن من 50 الى 700. هلا ايه اللي بسمعنا بالاردن مثلا؟ واحد افرضوا واحد من البرازيل عماله بسمع المحاضره وبسمع هالموسيقى الكلاسيكيه اللي ورانا، فبقول شو هالبلد الحكومه يعني عمالها بتراعي مشاعر المواطن انه بتحط له موسيقى كلاسيكيه بالشهر عشان يهدى، ما شاء الله، بس هو مش عارف انه هذه سيارات غاز. ما علينا ما علينا. ف اوكي هاي السبستريت كونسنتريشن وهي الفيلوسيتي تبع الرياكشن. لاحظوا انا عندي هون انه التغير بالريت اوف رياكشن راح يكون عالي لحديت ما اوصل انا لحديت اللي هو البلاتو. طيب السؤال هو ايش الكي ام وايش الفي ماكس؟ عشان اعرف الكي ام انا بحاجه اعرف الفي ماكس. قديش الفي ماكس؟ خلينا نقدر انه هي بحدود ال 700. ناخذ نص ال 700 اللي هو 350. طيب هلا قديش الكونستريشن على ال 50% اوف في ماكس؟ 8. اذا الكي ام 8 مايكرو مولر والفي ماكس 700. فهي الخيار اي. طب شو اهميه الكي ام؟ والله الكي ام راح يحكي لي سرعه الرياكشن بالجسم او بالخليه قديش اعتمادا على السبستريت كونسنتريشن. فلو كان الكي ام اقل بكثير من السبستريت كونسنتريشن بالجسم وتغير السبستريت كونسنتريشن فرح اعرف انه الريت اوف رياكشن ما راح يتغير. ماشي؟ حيكون لانه ريت اوف رياكشن اندبندنت من الكونسنتريشن اوف ذا سبستريت. طب لو كان الكي ام جدا عالي بالمقارنه مع السبستريت كونسنتريشن فرح اعرف هون انه الـ rate of reaction راح يكون متغير بشكل كبير بالجسم أو بخلية معينة. فراح يحكي لي basically الـ KM إنه على حسب الـ substrate concentration الـ rate of reaction قديش أو كيف راح يتغير. برضو مهم جداً عملي ال Vmax وال Km انه اعرف ال metabolic pathways اي وحدة راح تكون more efficient. ناخذ هالمثال، عندي substrate، هذا substrate ممكن انه يتحول الى product X عن طريق enzyme A وممكن يتحول الى product P عن طريق enzyme B. لكن اذا انا درست ال kinetics of these two enzymes راح اشوف مثلا انه هاي الاحمر بيعبر لي عن الانزيم كينيتكس البلوت تبع انزيم A، والازرق راح يحكي لي على الكينيتكس اوف انزيم B. فلما يكون السبستريت كونسنتريشن هو S يكون جدا واطي اوكي، اي رياكشن اي انزيم اي ميتابوليك باثوي راح تكون هي المور اكتيف تبعت انزيم A ولا تبعت انزيم B. At low substrate concentration راح يكون الرياكشن المور اكتف هو the one that is catalyzed by enzyme A. فبعرف انه الباثوي راح تكون متجهه ناحيه البرودكشن اوف X.
لما يكون الـ substrate concentration S جدا عالي، اوكي، مين اللي راح يكون الـ reaction اللي هو more active؟ The other one, the one that is catalyzed by enzyme B. اوكي، فراح يصير عندي production of a lot of P بالمقارنة مع X. اوكي، فهون بتيجي أهمية إنه أنا أعرف الـ KM والـ Vmax بالنسبة للـ metabolic pathways. الـ uses of KM ممكن إنه أعرف الـ substrate preference لإنزيم معين، راح نشوفها إن شاء الله في المحاضرة الجاي لما نتكلم عن الـ regulation بالـ hexokinase برضو. فـ if an enzyme catalyzes reactions using more than one if an enzyme has more than one substrate, the substrate with the lowest KM is probably the preferred physiological substrate. زي ما ورجيتكم بال example اللي قبل. I'm sorry. طيب ممكن كمان إنه we can distinguish isozymes. إيش هما isozymes؟ استنوا علينا المحاضرة الجاية نحكي على isozymes. راح نعرف أي واحد فيهم more active ب physiological condition معينة. اوكي، ليش؟ لانه الايزوزايمز هم الانزيمات اللي بيعملوا they run او they catalyze the same exact reactions. هم انزيمات مختلفة they catalyze different reactions، فعندهم different affinities و different kinetics catalytic يعني abilities او capabilities بالمقارنة مع بعض. زائد ممكن انه اي mutation بالانزيم طبعا راح يأثر على الـ KM، فالتغير بالـ KM راح يحكي لي انه هذا الـ enzyme is not functioning well. طيب ايش هو تأثير الـ concentration of enzyme على الـ Vmax؟ هذا الـ plot بيورجيني شو هو تأثير الـ enzyme concentration على الـ rate of reaction، انه العلاقة مضطردة، بمعنى انه كل ما انا زدت الانزيم كونسنتريشن شو صار بالريت اوف رياكشن؟ راح يصير اعلى واعلى واعلى. طيب الى ما لا نهايه، ما راح يصير في اي بلاتو. فلو عندي انزيماتيك رياكشن الكونسنتريشن اوف سبستريت وحدناه، لكن انا ايش اللي عملته؟ عملت دبلينج للكونسنتريشن اوف انزيم، شو راح يصير بالريت اوف رياكشن؟ راح يصير له دبلينج كمان، الريت اوف رياكشن راح يكون اعلى. طيب ليش؟ لانه remember انه الانزيم والسبستريت لما يقابلوا بعض it's all random عشوائي they collide if they form the proper interaction non-covalent interactions وقتها ممكن انه يصير في reaction. اوكي، فكل ما انا زدت الانزيم concentration زدت من احتمالية انه الانزيم يعمل collision مع السبستريت، وبالتالي الـ rate of reaction راح يكون اسرع. remember ايش هو تعريف الـ rate of reaction؟ التغير اللي بيصير بـ the concentration of substrate او concentration of product خلال فترة زمنية معينة. ماشي، فاحنا عندنا حكينا على الـ KM كتير. اوكي، طيب نتكلم على الانزيم افشنسي هلا، اللي هو ايش؟ قدرة الانزيم انه هو يحول السبستريت الى برودكت اول ما يصير في انتراكشن بين السبستريت والانزيم. اوكي، هذا اللي بيعبر عنه الـ K2 اللي هي الكاتاليتيك، بيعبر لي عن الكاتاليتيك افشنسي. اوكي، اللي هي قدرة الانزيم انه يحول السبستريت الى برودكت اول ما يصير فيه interaction. هلا الكاتاليتيك هذا constant ما راح يتغير. اوكي، الكاتاليتيك efficiency ما راح تتغير، بس هي معتمده على ال Vmax برضه. طيب ايش العلاقه بين ال Vmax و K2؟ العلاقه هي هذه المعادله اللي موجود عندي هون، انه ال Vmax تبعت اي reaction راح يكون معتمد على شغلتين، راح يكون معتمد على الـ concentration of the enzyme زائد الـ catalytic efficiency الـ K2. الـ K2 ما بتتغير، لكن الـ Vmax بتتغير بتغير الـ enzyme concentration. فالعلاقة إنه الـ Vmax
تبعت اي رياكشن راح تعتمد على الكاتاليتيك افشنسي اوف ذا انزيم زائد ضرب الانزيم كونسنتريشن. هذه بنسميها كي كات. فالكي كات تساوي في ماكس على الكونسنتريشن اوف انزيم. اوكي، فنطلع على الكي كات فاليوز لديفرنت انزيمز. عندي انا الكاتاليز مثلا 40 مليون على ايش؟ s to the power of minus 1 او 40 مليون على سكند. 40 مليون ايش؟ 40 مليون رياكشنز. شو يعني؟ بيعني انه الكاتاليز انزيم كان كاتالايز each molecule, each enzyme, it can catalyze 40 million reactions per second. It is amazing. This is one of the most efficient enzymes اللي موجودة في النيتشر. تخيلوا انزيم واحد، مولكيول واحد بيعمل لي 40 مليون رياكشن بالثانية. كربونيك انهيدريت 400,000، يعني بيقدر كل انزيم يعمل لي 400,000 reactions per second. It's quite amazing. Okay? هذا معنات ال K-CAT. ف ال K-CAT هو نفسها turnover number اللي هو ال concentration of substrate molecules converted into products per unit time. هذه ايش؟ هذه ال Vmax per concentration of enzyme. طيب فالكيكات هي ال Vmax على تعريف ال Vmax على ال concentration of enzyme. بمعنى آخر الكيكات هي ال K2 هي اللي بتحكي لي على ال efficiency of the enzyme، إنه هو يحول ال substrate إلى product. فا it describes how quickly an enzyme acts، قديش سرعة التفاعل ال enzyme يحول ال substrate إلى product. اوكي، فهذا هو التيرن اوفر نمبر. وعشان احسب انا الكي كات انا بحاجه لايش؟ بحاجه ل الكونسنتريشن اوف ذا انزيم. نيجي على هالاكزامبل. عندكم انزيم شغالين عليه، الموليكولر ويت تبعه 50,000 جرامز بير مول، استخدمتوا 10 microgram of the enzyme the experiment where the enzyme shows at best it converts 9.6 micromoles of the substrate per minute at best. ايش يعني at best؟ يعني Vmax. طيب ايش turnover number تبع الكيكات؟ لازم احسب ال Vmax. طيب فنرجع للمعادلات تقدروا انكم تحسبوا ال Vmax. الحل موجود بالسلايد اللي بعديها. طيب فعلشان نحسب الكيكات احنا بدنا الفي ماكس اللي هو عندنا اللي هو 9.6 micromoles per minute، صحيح؟ وبدنا كمان ال concentration of the enzyme. عشان نحسب ال concentration نعرف انه المولاريتي بتساوي المولز على المولكيولر ويت. اوكي، او ممكن نعتبر المولز بما انه الفوليوم مش عندنا، فاحنا ممكن نستخدم المولز اللي هي الاماونت اوف انزيم، الماس اوف الاماونت اوف انزيم على المولكيولر ويت. اوكي، فبطلع لنا هذه الفاليو. هيك الكيكات. هاي كمان اكزامبل انه احنا عندنا سولوشن، عندي المولاريتي كربونيك انهيدريز، ات كاتالايزز الفورميشن اوف 0.6 مولر اوف ذا كربونيك اسيد per second when it is fully saturated. فاحنا ايش بنحكي على when it is fully saturated؟ فبنحكي على ال Vmax. هذه هي ال Vmax 0.6. طيب فا again ال K-CAT بتساوي ال Vmax اللي هو هي موجود عندنا على ال concentration of the enzyme. The concentration at this 10 to the minus 6. اوكي، هلا هذه ايش؟ per second. فاحنا ممكن نحولها ل per minute by the way. إذا عملنا flipping للنمبر اللي هو طلع معانا هون اللي هو هذا، فبطلع معنا هاي الفاليو. اوكي، ايش هاي الفاليو؟ ايش بتعني؟ بتعني الرياكشن الواحد قديش بياخد وقت. So in minutes
It is 2.7 times 10 to the minus 6. Okay, لكن usually احنا بنستخدم ال seconds by the way. ماشي. فأجين أنا عندي الكاتاليز لما يكون عندي الكي كات 40 مليون flip it and you would get the time for each reaction. Again, catalase is one of the fastest enzymes. طيب هلا في عندي الشغلتين اللي بيحددوا how good an enzyme is اللي هو خلينا نحكي الكاتاليتيك efficiency فعاليته. اوكي اللي هم الكي كات والكي ام. بمعنى اخر واحد من الليميتنج فاكتورز او هدول الاثنين هم الليميتنج فاكتورز. الكي ام هي how good an enzyme binds to a substrate. فاذا كان البايندينج ويك الانزيم ما راح يكون كثير efficient. طيب الشغله الثانيه افرضوا انه substrate هلا bound مع الانزيم. طيب وضل الانزيم يستنى عشان يعمل الرياكشن. In this case هذا الانزيم is not really efficient. منيح؟ فعندي هذول الشغلتين. هلا عشان الانزيم يكون efficient لازم تكون الكي كات عاليه ولازم تكون الكي ام واطيه. اوكي؟ فالافيشنسي اوف ان انزيم هي عباره عن الكي كات ديفايدد باي كي ام. نطلع على هالإنزيمز اللي موجودة عندنا هون عشان نشوف يعني how good they are. فعندنا هالكاتاليز حكينا إنه الكاتاليز is one of the fastest reactions, 40 million reactions per second, which is quite amazing. نطلع على الكيم 25. اوكي طيب قارنوا هذا مع هذا الإنزيم اللايسوزايم. اوكي اللايسوزايم هذا طلعوا على الكيم it's very low. شو يعني؟ يعني الـ affinity is really high. ماشي معناته this is a good enzyme. بس نطلع على الكي كات 0.5. اوكي واطية. فلاحظوا الكاتاليز catalytically it is good. لكن in terms of affinity it's bad. نطلع على lysozyme الـ affinity is really good. لكن catalytically it's bad. فهدول الشغلتين بيحددوا how good an enzyme is. اوكي احنا بدنا الكي كات تكون عاليه وبدنا الكي ام تكون واطيه. اي نو انكم جعتوا وانا بضلني احكي كي كات كي كات كي كات ف يعني حلويات عندنا هون ما علينا. خلينا نشوف شويه ترمينولوجيز بالنسبه للانزيم رياكشنز. فانا عندي الريت اوف رياكشن. شو يعني الريت اوف رياكشن؟ الفيلوسيتي. ايش يعني فيلوسيتي؟ اجين كونسنتريشن اوف سبستريت ديسابيرينج أو the product appearing per unit time usually it's in seconds. فإحنا بنحكي على molarity. أوكي والmolarity إيش بتساوي؟ المولز على الفوليوم. فعندنا مولز على الفوليوم divided L minus 1 يعني إنه مول على L. عادة الفوليوم بيكون بالليترز as well. أوكي هذا rate of reaction. طيب منيح. طب عندي كمان شغلة اسمها enzyme activity. من الـ rate of reaction أنا ممكن أطلع الـ enzyme activity إذا أنا شلت الـ volume. Okay. فالـ enzyme activity again هو number of moles of substrate disappearing أو products appearing per unit time بغض النظر عن الـ volume. فأنا باخذ بعين الاعتبار الـ moles مش بالضرورة الـ molarity. So in other words, the enzyme activity هو لما أخذ the rate of reaction اللي حسبناها قبل هيك بالسلايد اللي قبل ضرب the reaction volume. هيك بطلع عندي the enzyme activity. عندنا specific activity. هاي the specific activity لازم إنها تكون constant بالنسبة للإنزيم. هاي الإنزيم the specific activity when I eliminate the weight of the enzyme. Okay. بمعنى انه it describes its moles of substrate converted per unit time per unit mass of enzyme. اوكي فهذه المولز هي بناخذ في هي المولز تبعت السبستريت لكن the grams هي ال molecular weight of the enzyme by the way.
طب ليش احنا بنستخدم specific activity of the enzyme؟ لأنه في بعض الأحيان أنا ممكن أعمل purification تنقية للإنزيم، بكون أنا عندي مثلا باخذ سامبل، هذا السامبل فيه 10 انزيمز، بعدين ببدأ أعمل purification بحيث إنه أطلع إنزيم واحد بس. ممكن نستخدم chromatography اللي راح نحكي عنه في محاضرات البروتين analysis. هلا افرضوا بالنهاية عندي solution وانا بتوقع انه small solution، يعني تقريبا خلينا نحكي 1 مل ولا اشي زي هيك، وانا بعتقد انه هذا solution ما فيهوش الا 1 single enzyme. طيب فايش بعمل انا هون؟ ممكن احسب الماس تبعته، انه قديش في عندي protein total protein بهذا solution. هلا لما وبحسب وبعمل activity assay او بعمل experiment بحسب فيها measurement للactivity للenzymatic activity، بيطلع عندي activity معينة. هلا اذا انا قسمت الانزيم activity divided by mass of enzyme، قديش how many grams انا عندي بهذا solution، المفروض يطلع عندي دائما اذا كان الانزيم pure تطلع عندي نفس الفاليو اللي موجودة هون، ماشي؟ طيب إذا طلعت عندي value تانية، معناته إنه هذا السامبل تبعي مش pure، معناته أنا عندي أكثر من enzyme، أكثر من protein موجود بهذا solution. So by measuring or calculating the specific activity، إحنا بنعرف the purity of the sample قديش. Okay؟ عندي turnover number. هلا بما انه حسبت انا specific activity، ممكن احسب turnover number لانه انا عندي molecular weight of the enzyme, right? فturnover number اللي هو الكيكات is basically the specific activity of the enzyme ضرب molecular weight of that enzyme. بيطلع عندي بالنهاية اللي هي انا شلت molecular weight، شو ضل عندي؟ ما ضل عندي الا ال time اللي 1 over t، واللي هو اللي هي basically ال k cat، ماشي؟ فهذه ال different terms اللي ضروري انكم تعرفوها. هلا this is a nice example. انا عندي ايش؟ عندي solution it contains that much substrate، فهي عندي انا المولاريتي، لاحظوا عندي المولاريتي of the substrate، وعندي الماس الاماونت اوف انزيم اللي هو 1.5 مايكروغرام اوف كاميتريبسين ذات انزيم، وعندي الفوليوم الفوليوم تبع الرياكشن نفسه، اوكي 2.5 مللز. افتر 10 مينتس انا وصلت ل ذات ماتش اكتيفيتي، اوكي او سوري ذات ماتش اوف substrate ريمايند، فراح كمية من الـ substrate خلال هذه الـ 10 minutes. اوكي؟ المولر ماس مع الكاميتريبسين، المولر ويت يعني 25,000. هلا بدنا نحسب قديش الـ consumed substrate، 6.4 اللي هو هذه 25 ناقص 18.6، طبعا times 10 to the minus 4 بيطلع عندي 6.4، هذه الكمية الـ substrate consumed within قديش 10 minutes. هلا احنا راح نعتبر انه ال amount of peptide is very high. اوكي فال rate of reaction بهاي الحاله، هذا ال rate of reaction اللي هو 6.4 times 10 to the minus 5th، لانه in 10 minutes هلا بنحسبها per minute. اوكي بنخليها per minute مش مشكله معنا. طيب الانزيم activity ايش هي؟ حكينا انه بدنا نلغي الفوليوم عشان نوصل على الانزيم اكتيفيتي، فهي rate of reaction الانزيم اكتيفيتي هي موجوده عندنا هون ضرب الفوليوم، فشلنا الليترز اللي موجوده عندنا هون، طلع عندي 1.6 times 10 to the minus 7th moles of substrate converted per minute. اذا هذا هو الانزيم اكتيفيتي. طب ليه specific activity؟ هون انا بدي أشيل ألغي الجرامز of كاميتريبسين، okay؟ فالجرامز again is أنا divided by how much grams we have of an enzyme بطلع عندي specific activity.
عشان احسب التيرن اوفر نمبر ضرب المولكيولر ماس اوكي اللي هي المولكيولر ويت اوف ذا انزيم اللي هي 25000 موجود عندنا هون. بالنهايه بيطلع عندي ايش؟ بيطلع عندي 1 whatever value per minute وممكن نحولها بعدين ل seconds if we want. هلا عندنا disadvantage للميكاليس-مينتن equation. هذه ال disadvantage هي انه ما راح اوصل انا لل Vmax. اوكي realistically ما راح اوصل لل Vmax. ليش؟ لانه عشان انا اعمل هاي الاكسبيرمنت لازم يكون عندي very large concentration of substrate بالسولوشن. It's impossible يعني كأنك أنت بتحط 20 معلقة سكر بكاسة شاي صغيرة. ما السكر ما راح يدوب. ف it's really impossible to calculate Vmax. وإذا إحنا ما حسبنا الـ Vmax راح يكون صعب إنه نحسب نص الـ Vmax ونحسب بالتالي الـ Km. طب إيش الحل؟ الحل إنه إحنا نحول الـ plot هذا لـ linear. أوكي؟ تكون المعادلة نحول معادلة ميكاليس-مينتن equation نحولها لمعادلة خطية. That follows this إنه y اللي هو تبع الواي axis اللي هو rate of reaction بيساوي mx x اللي هي substrate concentration m هي slope زائد b. إيش هي ال b؟ ال b هي ال y intercept اللي هي لما تكون عندي ال x zero طيب اللي هي ال point هذه هي b. فعندي انا y وعندي x وهي b وهي السلوب اللي هو m. فانا بدي احاول الميكاليس-مينتن equation ل equation خطيه. كيف بعمل؟ عملوها الشباب قبل يعني عشان نسهلها عليكم. basically طلعوا بهذه الايكويشن اوكي اللي هي 1 over v بيساوي فهذه هي الy 1 over v max طيب زائد Km على Vmax هذه ايش؟ هذه السلوب اوكي ضرب 1 over s هذه الx هي m ضرب x وهذه b ماشي. فاذا طلعنا هاي صارت معادله خطيه انه y equals b زائد mx. طيب هاي الx الx axis موجود عندنا هون وهي الy اللي هي 1 over v كويس كثير. هلا هذا الانترسبت هي البي هي 1 over v max منيح وهي البوينت هي minus 1 على km. طيب معقول انا ممكن يكون عندي substrate بالنيجاتيف؟ لا طبعا it's hypothetical. فبنعمل احنا الاكسبيرمنت تبعتنا وبنحسب الاكتيفيتي assay بنحسب الاكتيفيتي of the enzyme at different time points اللي موجودة عندنا هون. فراح يطلع عندي linear line اوكي بعدين what I do انه I extend it باخذ المسطره بخبط بالy axis وبخبط بالx axis فبيطلع عندي انا هاي البوينت هذه وهذه اللي ممكن احسب منها ال km وال vmax. هذه راح تكون ال vmax هذه بتكون ال km. هلا pay attention لإشي مهم كتير عشان انا احسب ال vmax. Remember إنه هذه 1 over v وهي البوينت هي 1 over v max فلازم I need to flip it. فإذا كانت هاي البوينت 10 فراح تكون ال v max 0.1. So pay attention لهاي البوينت. طبعا بالنسبة لل km لازم تشيلوا النيجاتيف ساين هذا واحد واثنين you need to flip it as well. Okay. فا again هذه ال equation تبعتنا الخطية. فهاي البوينت هي ال B اوكي اللي هي ال V max راح نوصل على ال X axis اللي هي ال minus 1 على Km اوكي وهاي ال slope and so on. كثير كويس. طيب في هاي الحالة لو أنا عندي ال X طلعت 0 then Y is equal B again. طب معقول إنه 1 over S equals zero يعني كيف يكون في activity وال substrate concentration zero؟ ما انا قلت لك يا حبيبي الله يسعدك it's all hypothetical. طبعا ما راح يكون انا عندي هاي ال value it's, this whole thing is zero اوكي okay. نفس الاشي انا عندي هون يعني as well
اوكي فال x is equal to 0 معناها هذه الفاليو كلياتها 0 معناته هذه كلياتها 0 وبالتالي 1 over v is equal to 1 over v max كويس. ولو كانت ال x 0 يعني على هاي البوينت طيب ممكن تكون ال 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 again sorry اذا كانت ال 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 y 0 اوكي نفس الشيء هذا كل الفاليو هي عبارة عن 0 فممكن احنا نبدا نحسب ال KM. انا راح يكون عندي substrate concentration طبعا بالنيجاتيف راح تقول لي معقول substrate concentration بالنيجاتيف يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك it's all hypothetical. طيب منيح فعندنا 1 over s هي minus 1 على KM اوكي so that's how it is so I might get you something like this by the way إما رسمة أو ممكن إنه أعطيكم الأرقام و you need to calculate Vmax and Km.